وانا شو دخلني يا ابن عمي لحتى عم تبهدلني؟ لانه انت السبب بكل شيء صار معي، انت اللي بهدلتيني. انا ما دخلني. لك بعدين مو انا اللي قلت لك روح بيا نص الدكان لابو حمدي؟ لك مو انت اللي خليتيني فك الشراكه مع اخي؟ مو انت. شو جاب سيره اخوك هلا؟ لك لانه اخي كان على حق وانا على باطل. والله هو وامك يلي على باطل. شو انت اللي نسيها؟ شو انت؟ جوزوا ابني لزهريه العايبه مثلهم. أمي عايبة لك نسيها؟ أمي عايبة؟ لك لا ابن عمي لا والله مو قصدي ابنك مو قصدي ابنك والله نسيها؟ بطلب يغلطك على بيت أهلك عم تسمعين؟ أنت صالح؟ بدي أرجع على البيت ما لقيكي ها؟ بدي أرجع ما لقيكي؟ فاروق مرني مختار نطلع عند ابو رسمي على الكركون قل له عمي ابو حمدي بده اياك تجي لعند المسا على البيت بامرك ابو رسمي قابض معك اخي قابض ما بظن اخي ما بظن لك شلون طلع شلون بيكون صاير شيء غصب عنه صار الله يا عيالو صار الله لا تروحي يا عيالو صار الله لا تروحي صار الله يا عيالو